ما عنده رتبه. تقول لي طيب التعليمات ما تسع من الرتبه، ده نفس العقليه بتاعت البراعون هسه. طيب انا داير اختتم معاك يعني ختاما، بقول يا اخي المشتركه فوق وقت المسلح النصر لها، الجنجوي دفتك متك بجداد بكواكير باي مصيب. بس دي احلى شيء، الخطاب شايف بتاع البرهان ده، ده بمثلني انا، بمثلني تمثيل تماما مزيدا من المي ومزيدا من القسم. أيوة. بس لا انا معاك، شفت الجنجوي ديل مش مزيد اي زول سوداني بيقبل انه تاني هذا المسمى بالدعم السريع او لازم تساعدوه يكون عنده وجود وطني هنا في السودان. ايوه الحرب دي اذا استمرت سنه سنتين لو ما انتهى التمرد ده ما بناخذ سلاحنا ولا بتجي في الحرب دي. بس ولو ما ازعنوا للحاجه اللي احنا قايلينها مراجعه السودانيين معززين مكرمين وعرفوا منهم الأزام وكيف يشيلوا حقهم والله يعفو عنه، برضو الحريق دي ما بتقف. احنا اي دول يجينا يتكلم معانا قاعد نقول له وكده، بس انت جيب المتمرد ده خدته في الخرطوم دي، في زول بيقبله انت جيب بيه فيه شفته وكان عبتني وكده اتصبت بيتي وشلت مالي حتى ما خلت لي حاجة، هل يقبل انه تيجي تقعد معاي تاني اقعد واقف قدامي تاني؟ لا في زول بيقبل الكلام دول في زول بيرضاه. بس طبعا الخطاب ده الخطاب ده انت كمواطن مثلا بس يقول لكم ابو مع كبير المجرمين هو فضل اعتصام الناس ولا حام الناس، لكن الخطاب ده يعني مثلا انا حسي في محلك امي اختي دقوها شالوا عربيتي اختصبوها، الخطاب ده مثلا اوتوماتيك كده بدون ما اشعر بدون واحد بيمثلني. اي والله العظيم صحيح انا الميليشيا ما اتفق معه صح، لكن انا لو جيت قلت لها اسمعي انتوا والميليشيا ده اختلفتوا معي صح، انا ذاتي انتحكوني بقصادكم انتوا الاثنين عايز ميتين ابو عهدكم انتوا الاثنين ذاته عند بندقيتين في البيت بحمي بيها، ما قدرت احمي اتخارج اي منطقه امنه، الليله القضارف امنه، كسلا امنه، المحلات ده اوصل لهم في برصدان ذاته عامل لهم زحمه هناك في برصدان، اركب لهم المواصلات اوصل لهم، يا اخي الناس في دارفور 84 من دارفور جو كداري لقائد وصلوا شمال السودان، انت تتكلم كيف؟ على غزة كان كلها مودينا شمال السودان، ناس دارفور قال لهم ان نموت لكم كذا ساكت زي ما قالوا حلنا في الجزيره. والله حبابهم يجوا الشمال هنا. لا مش كده، انا بذكرك ب 84 لما كان الشماليين داري ياكلوا اللقمه برام قال لهم هذول ان نموت لكم كذا ساكت هني على الطلاق حرمنا وصلكم في محل قاعدين، اللي غازات دي كان بتنزل بالبحر الابيض المتوسط. كان الرئيس انا ذاك اسمه ريغان، جابوا لنا ريغان، ايش ريغان؟ عرفت كلامي؟ فده الموضوع، فالخطاب ده بيتماشى معاك انت لانه انت المتضرر المواطن، لكن هو والله انا ما قصد الخطاب ده يتماشى معي لانه فيه ركب للجنجويد، انا ما بتماشى معاك. انا ذاتي داير البلد ده يستمر ويسع الجميع. يسع أيوة. الناس المجرمين، جميع ياتوا انا في الشماليه ما عندي شيء تعالوا كذا، ما بيقدروا شيء يحاربوا الا جد. أيوة. انا داير المدق ده يسع الجميع. هي بالو المجرمين الجميع أيوة. في ناس ابرياء ايوه يتعصروا لا في ناس ابرياء يتعصروا ليه؟ انت اظن ما لك حاقد كده، خلي صلعتك تحك فيها. لا في ناس ابرياء مساكين يا اخي مالك ومالهم المجرمين. البدله من يسع الجميع، وطبعا البلي لما يكون مدور ما الكلام ده حصل لاخواننا الجنوبيين يعني والجنوبيات الله يديم الصحه والعافيه، جروا لقائد جو الخرطوم وقعدوا في زقلونا وطردونا وشتتونا وبعملوا البيوت بتاع الشوالات ووصلوا برصدان، الناس كانوا بيضحكوا فوقهم، الواحد من العماره فوق استحموا ويكشح لهم المويه وبرضه متحملين، في ناس سكنوا من المقابر، كانت زمان الناس بخاف من المقابر، انا قلت يا جماعه الجنوبيين ساكنين في المقابر هسه الزول ده ما بقوم يمكن من المقابر باكلهم، مجبورين يسكنوا وين؟ على ايجار غالي، بمشي بقعدوا في المقابر بس طرف المقابر كده 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 مقابر بتاعت احمد شرفي وكده كده وجنب السوق المركزي جنب جنب سباق الخيل وجنب السوق المركزي قدام من السوق المركزي يا شارع السلام مين في مقابر هناك برضه ساكنين فيهم الناس اللي ناصروا حص القصر ده اللي احنا من ناصرنا لما الحركات المسلحه في دارفور اندقوا مع الجيش المواطنين يتضرروا حسي البرهان ده يخلف لك الخطاب والخطاب بيناسب معك بانك والله احنا ما قادرين نتعايش مع الجنجويد والجنجويد اقول طارق الجنجويد دي القبائل صح هاي قبائل عربية من هنا كانت متقوقعة في السلطة وقبائل عربية كانت من دارفور وكردفان كانوا متفقين اختلفوا بيناتهم حسي الفيلة لما يختلفوا بيناتهم يندقشوا الحشرات التهيد والنمل وبتاع ده بيتعفص ف
فالعفش ده لما نتعفش كلنا ونتصيد كلنا ونتركب كلنا بعد ذلك انت كمواطن تجي بعد ذلك تعرف مصلحتك وين يكون في حرية سلام وعدالة. اي زول ديكتاتوري في البلد ده احنا ما دايرينه. انا مع ان يدمجوا الحركات المسلحة في داخل الجيش الجيش الوطني القومي المستقل. انت ده ما انا الناس القدام ده ما دايرهم على فكرة. فانت وكيد دايرهم وتشجيهم اي انا كلام البرهان ده مسلني المدي كيسي على الجميع. أنا البرهان ده مسني لأنه الرئيس حق ولي أمري بمسني كلامه كعب شين سمح عولاق بتاع أنا بمسني بمسني أنا ما عندي زور غيره ما هو رأس الدولة بيمثلك إنت ده ما تقول لا لا ما بمسني لا لا ما والله يمثلك ما ده تمرد في حد ذاته لا لا ولا ومشتركة فوق والجنجويد يتحشى الجنجويد المشتركة الجيش البراؤون المتك ده بس على الجميع حتى المواطن ده داخل في الليل ده حصل المواطن اوريدي ما دام في بلد دوار حيخش ما نحن المواطنين وقت كان الجيش غزف ثلاث مواطنين ولا حشرات ليه كان المواطن بتاع الشعب السوداني يتعاطف مع ناس جبال النوبه والنيل الازرق ودارفور جينا طلعنا في مظاهرات قلنا لا لا ولمس ده ولمس ده ولمس أنا شنو أنا زول محكوم في داخل أسوي شنو مثلا أنا علي ده أسوي شنو خلاص أنا ذاتي هسي أنا ذاتي محكوم محكوم وين الحكومة قالت ليك أنت مع الجيش ما محكوم أجيت مع الجيش عدوك الدعم السريع محكوم شنو بالله يا اسمك أنت طبعا لسه يمكن ما فهمت الخطاب ربما يمكن وصل لك جزئية منه يعني أنا فاهمك إنت تتكلم قرية دار الحرب دي اللي حيلحق الجلاب والشريط النيل لا 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 أنا الوقت عيجي للناس كلهم ودخل والله أنا ما بتمنى الحرب في جبل النوبة لا لا ما في لا لا ما في أوضح لك بدون أي نفاق حس الخطاب اللي قاله أول حاجة عمل برهان أنا ما بمثلني وما دايره والناس الموجودين في المؤسسة دي ما دايرهم كده مليشة دي تتفك زي ما هم جنة دوا أنا داير البلد ده نحن كلنا نكون فيه سواسك أصنان المشت حرب ده تكون آخر حرب في السودان. طيب أي وقوف مع هؤلاء في المربع الأول أنا مستهدف إنسان الشمال كبش للهدة دي عشان الكلام يمشي دف ابن الشمال ده ومحتاج له كمان في نفس اللحظة دقيقة لحظة ما تفتح الميوت أنا مستهدفه ومحتاج له في نفس اللحظة مستهدف إنه متواطئ مع هؤلاء المجرمين ومستعطف بيستعطفوا هؤلاء المجرمين ومتضامن مع تحية مسائية أدرى لكل الشعب السوداني ولكل الناس اللي واقفة ضد الظلم وضد تدمير الدولة السودانية ونحن كشعب سوداني بنحتاج إلى وقفتكم بنحتاج إلى أخواتكم بنحتاج إلى تكاتف الشعب السوداني في كل نواهيها وصراحة الوضع الحاس السودان مربوط ووضع حرج جدا فبنحتاج إلى وقفتكم يعني سواء كان شعبا وكل الناس مثلا موجودين على مستوى السوشيال ميديا ولا خيرهم فصراحة السودان بيحتاج لنا كلنا لازم نحن نجيب يد واحد سواء كان من شمال السودان أو شرق السودان أو غرب السودان أو حتى وسط السودان اللي هسي منتهي فلازم نحن نجيب مع بعض ونقدر ندعم الدولة السودانية علشان تطلع برا الأمان وده رسالتنا لكل الشعب السوداني وأيضا تهي موصولة لكل القيادات الجيش السوداني وكل قيادة حركات الكفاح المسلحة على رأسهم المشتركة وخوات الردرد وخوات القجوة وكل الشعب والمستنفرين فإن شاء الله نصر حليفنا يا شعب السوداني اللي بطلب منكم كل الناس ما تحاول تنجر حول الانصراف وخلف الانصرافيات الناس تركز في أهداف الناس تركز في طموحاتها وإن شاء الله نعبر بالبلد ده إلى بر الأمان ونكون نحن من أفضل الدول على مستوى العالم وكالعادة نحن كنا في التوب هنرجع في التوب تاني لكن بتكاتف الشعب السوداني وخوفهم خلف قواتهم المسلحة هنرجع إن شاء الله نصر لنا إذا ما مشترك أمشي اشترك في القناة وعمل لايك سبسكرايب إن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي جاو